أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المشخص في البيطرة. في هذه الحلقة سوف نتناول حالة سريرية حول التسمم باليوريا، التسمم بالبولة أو باليوريا عند قطيع ميناء الخرف. كما هو معروف، اليوريا المعروفة عند البياطرة، معروفة عند المزارعين، معروفة عند الفلاحين، معروفة عند المهندسين الزراعيين، هي مصدر من مصادر النيتروجين، مصدر من مصادر النيتروجين هكذا. ولكن هو شديد السمية إذا في حالتين: إذا تم تغذية تناوله من طرف الحيوان بكمية زائدة مع وجود الأدابتيشن، مع وجود تأقلم، والحالة الثانية هي عدم وجود تأقلم، عدم وجود تأقلم، ولو كانت يعني الكمية يعني ليست يعني كثيرة هكذا. إذن حالتين، إذن كمية زائدة، والحالة الثانية إذا كان القطيع غير متأقلم مع اليوريا، لأن اليوريا أيضا يجب على الفلاح جعل القطيع يتأقلم مع اليوريا، يتأقلم مع اليوريا. مثل الكربوهيدرات، مثل العالف، يعني مثل ما نقول بالجزائرية، يعني لازم يرودي لليوريا مثل ما يرودي للعلف هكذا. إذن هذه الحالة السريرية التي سوف نراها هي عبارة عن إضافة خاطئة لليوريا، يعني ليست عن عمد في المكمل المعدني الفيتاميني. إذن الفلاح أعطى المكمل المعدني الفيتاميني ولم يدرك بأن المكمل المعدني الفيتاميني مدعم باليوريا، فحدث التسمم. هيا لنرى مع بعض هذه الحادثة. إذن الهيستوري، إذن قطيع من الأغنام مكون من 200 خروفا، تم تغذيته في الثلاث أشهر السابقة على القمح بالإنجليزية ويت، والفابا بينز اللي هي حبوب الفول هكذا. إذن الويت مصدر للكربوهيدرات، والفابا بينز التي هي حبوب الفول مصدر للبروتينات هكذا، مع تقديم الهاي أدليبيطوم. الهاي هو مثل ما نقول بالجزائرية القرط، الذي هو يعني النبات بحبه، هو يشبه التبن ولكن مع حبه هكذا. التبن يسمى ستراو، والقرط يسمى هاي هكذا. أدليبيطوم، ما معنى أدليبيطوم؟ يعني يعطى بصفة حرة. ما معنى بصفة حرة؟ يعني يعطى، يجب المعلف يجب ألا يفرغ. بمجرد ما الفلاح يرى أن معلف الهاي، هذا الهاي، هذا القرط، هذا أنه سوف يكتمل، يضيف كمية جديدة هكذا، أدليبيطوم، بالإضافة إلى إعطاء الكالسيوم، كربونات الكالسيوم، وأكسيد المغنيسيوم والملح في معلف خاص بها هكذا. في أحد المرات تمت إضافة المكمل المعدني الفيتاميني بحيث يحتوي على اليوريا. ليست كل المكملات المعدنية الفيتامينية تحتوي على اليوريا. هو يكتب لك في الداتا شيت، يعني في ورقة المعلومات الخاصة بالمنتج اليوريا، في كيس اليوريا، بأن عفوا في كيس المكمل المعدني الفيتاميني، بأنه يضيف مثلا مكملات خاصة، مثلا النحاس، يحذرك في النحاس بالنسبة للأغنام، لأن الأغنام أشد حساسية للنحاس. مثلا عند إضافة اليوريا إلى المكمل المعدني الفيتاميني، يحذرك في تنبيه خاص يقول لك اليوريا موجودة بنسبة كذا. حتى هذا الفلاح لم يدرك بأن اليوريا موجود، اليوريا مضافة في ذلك المكمل المعدني الفيتاميني، فأضافها إلى الحيوانات هكذا، إلى معلف أين توجد كربونات الكالسيوم، أين يوجد أكسيد المغنيسيوم، وأين يوجد الملح. بالإضافة إلى أنه في الأيام السابقة قبل حدوث حادثة التسمم، قبل حدوث حالة التسمم، إذن تم تهطل الأمطار وذوبان كمية معتبرة من اليوريا. الأعراض السريرية، إذن الأعراض السريرية في الفحص الابتدائي الأولي في 11 أكتوبر 2018، 10 من الخراف وجدت ميتة، بالإضافة إلى 4 خراف أخرى هي راقدة على جنبها، لم تموت بعد يعني.
هذه الحيوانات التي لم تمت كانت لا تستجيب مع وجود صرع تشنجي، هكذا التيتانيك كونفلشن بالفرنسية كونفيسيو تيتانيك، هيد تشيمور هي هزة في الرأس، هكذا هزة في الرأس، جاو تشامبين التي هي طحن في الأسنان بالفرنسية غرينس موديدو، وبروفيوس فومي ساليفيشن نزول اللعاب كثيف على شكل رغوة هكذا. ثلاث من هذه الحيوانات الأربعة تم أخذ الدم لها وعولجت تقريبا بمئة مليلتر من الخل الغذائي، خل المنزل يعني حمض الخل 5% أسيتك أسيد 5%. بالرغم من العلاج هذه الخرافة الثلاثة ماتت بالإضافة إلى 10 حيوانات أخرى. نأتي إلى التشريح. إذن بعد في التشريح، إذن اثنين من الخراف تم تشريحها، الأفات العامة التي وجدت هي عبارة عن كرش مملوء بالسائل مع وجود أكل صلب القليل منه، وجود أيضا المادة مثل الرغوة في التراكيا في القصبة الهوائية. في حالة الخروف الأول الذي تم تشريحه بعد الموت مباشرة وجدنا ظاهرة الانتيسيسبشن، هكذا ظاهرة الانتيسيسبشن هي ظاهرة الدخول قطعة أمعاء داخل أمعاء أخرى مجاورة لها معها، يعني مثل التلسكوب المذياع هكا. إذن هذه هي ظاهرة الانتيسيسبشن. هي عبارة عن دخول قطعة أمعاء داخل أخرى. هكذا إذن يتشكل لنا جزئين، إذن الجزء الخارجي ويسمى الانتيسيسبتوم، والجزء الداخلي ويسمى الانتيسيسبين، هكذا الانتيسيسبينز الجزء الداخلي والجزء الخارجي هو الانتيسيسبتوم. إذن يجب علينا أن نتذكر أنه من بين أسباب الانتيسيسبشن هي التسمم باليوريا، هكذا هذه يجب أن نحفظها في أدمغتنا. النتائج المخبرية، الفحص المخبري، عندما تم أخذ الدم تم فحصه من ثلاث خراف مختلفة، إذن قبل أن تتوفى طبعا، هي في حالة الاحتضار طبعا. إذن في ثلاث حالات كلها يعني متشابهة، يعني نسبة الأمونيا مرتفعة، إذن عندنا هايبر أمونيميا هكذا ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم، عندنا دي لاكتاسيديميا عادية، اليوريا عندنا هايبر يوريميا هكذا عندنا هايبر يوريميا في الثلاث خراف، عندنا الكالسيوم والمغنيسيوم عادي. إذا عدنا الأمونيا واليوريا مرتفعتين في دم ثلاث خراف. الثلاث خراف أيضا عندما فحصنا الـ pH الرومن سائل الكرش وجدناها مرتفعة نواحي 9 هكذا. discussion مناقشة الحالة. صاحب القطيع نادى على البيطري مباشرة بعد إدخال القطيع إلى قسم الجفاف، يسمى قسم الجفاف بالفرنسية اللو، بالإنجليزية باتش. يتم إعطاء الحيوانات غذاء خاص بالجفاف بحالة الجفاف هكذا. مباشرة بعد إدخال الحيوانات إلى قسم الجفاف وإعطائهم ذلك المكمل المعدني الفيتاميني بسبب الجفاف طبعا كداعم يعني لحالة الجفاف في تلك المنطقة في ذلك الوقت، تمت منادات البيطري
بسبب الوفيات. التسمم بالملح، تم التشكيك في التسمم بالملح، معروف مرض التسمم بالملح. التسمم بالملح هو أحد الأمراض الحيوانات، يسمى salt intoxication and or water deprivation. التسمم بالملح أو الحرمان الحيوانات من الماء، نفس الشيء، تزود لهم الملح أو أنك تحرمهم من الماء فيصبح التركيز الملح عاليا، نفس الشيء. تم التشكيك بالتسمم بالملح، ذلك أنه تهطلت أمطار، كان هناك تهطل آخر للأمطار وتسبب في ذوبان بعض كتل الملح هكذا في المعالم. وتم التشكيك أيضا في التسمم باليوريا، ولكن تم استبعاد اليوريا، ذلك أنه لم يجدوا أي دليل على إضافة اليوريا هكذا. ولكن بعد تحقق لاحق من المينرال ميكستشر، من الداتا شيت، يعني ورقة المعلومات الخاصة بالمكمل المعدني الفيتاميني، وجدوا بأنه هذا المكمل المعدني الفيتاميني يحتوي على اليوريا، يحتوي على اليوريا، وصاحب الحالة لم يتأكد بأنه لم يقرأ الداتا شيت، ورقة المعلومات بالفرنسية نحن نسميها لا نوتيس، لم يقرأ نشرة المكمل المعدني الفيتاميني، فحدث التسمم، أضاف المكمل المعدني الذي يحتوي على اليوريا وحدث حالة التسمم. الأعراض السريرية للتسمم باليوريا ممكن قد تحدث خلال 10 دقائق من تناول هذه المادة السامة، وتحتوي هذه الأعراض على مغص في البطن، خروج مثل الزبد مثل الرغوة من الفم والأنف، رعشة في العضلات هكذا، وضعف والوفاة. الباتوفيزيولوجيك أو الباتوجينيسيس الخاصة بالتسمم باليوريا معروفة، معروفة. عندما تأكل المشترات اليوريا، هذه اليوريا سوف تذهب إلى الكرش، الكرش سوف تجد أنزيم اليورياز، هذا الأنزيم تفرزه البكتيريا الموجودة، العضيات المجهرية الموجودة في الكرش. اليورياز يقوم بتفكيك اليوريا ويعطينا الأمونيا. في حالة pH الحامضي هكذا، في حالة pH الحامضي أقل من 7، اليوريا يتم تفكيكها إلى أمونيوم، شوارد النشادر هكذا، شوارد الأمونيوم اللي هي NH4 زائد. في حالة pH، لما pH يرتفع الأمونيوم هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع pH، سوف pH يرتفع إلى مثلا في هذه الحالة 9، وصل إلى 9. عندما يرتفع pH فوق 7 يصبح ألكالين، قلوي. اليورياز يفكك اليوريا إلى أمونيا، الأمونيا هي غاز النشادر NH3 هذا على شكل غاز، وبما أنه غير متأين، لا يوجد له إشارة، يعني uncharged، سوف يمر بسهولة عبر جدار الكرش ويذهب إلى الدم. عندما يذهب إلى الدم سوف يعبر الكبد، الكبد سوف يصنع من خلاله، سوف يقوم بالديتوكسيفيكيشن. إذا كان الحيوان أكل كمية كبيرة راح يكون عندنا هايبر أمونيميا، والكبد لا يستطيع أن يصلح كل تلك نسبة الأمونيا الكبيرة، سوف تعبر الدم وتذهب إلى الأنسجة والأعضاء وتقوم بالضرر الخاص بها هكذا. الملاحظة في مثلا في اللاكتيك أسيدوزيس، اللاكتيك أسيدوزيس هناك الميتابوليك أسيدوزيس، الحماض الدموي أو الحماض الاستغلابي. إذا عندنا اللاكتيك أسيدوزيس يسبب لنا ميتابوليك أسيدوزيس.
في الـ في الـ في الـ في الـ الرومن الرومي الرومن ايكالوزيس مثلا حالة تسبب اليوريا عندنا رومن ايكالوزيس تقلل الكرش. ماذا يعطينا؟ هل يعطينا ميتابوليك ايكالوزيس ام ميتابوليك اسيدوزيس؟ يعطينا هنا ميتابوليك اسيدوزيس. اذا الاسيدوز الاسيد اذا اللاكتيك اسيدوزيس تعطينا ميتابوليك اسيدوزيس مثلا في حالة تناول الأعلاف بكثرة، وفي حالة الرومينال الكالوزيس يعطينا الميتابوليك أسيدوزيس ولا يعطينا الميتابوليك الكالوزيس. لماذا؟ لأنه الأمونيا سوف تمنع حلقة كريبس، وهي تسمى أيضا حلقة حمض الأمونيا، تسمى أيضا حلقة الأحماض الكربوكسيلية. عندما يتوقف حلقة كريبس عن العمل سوف تلجأ الخلايا إلى الأنايروبيك التنفس اللاهوائي. من بين الباي برودكت بالفرنسية لي سوبرودوي المشتقات، من بين المشتقات التي نراها في عملية التنفس التنفس اللاهوائي هي إنتاج اللاكتيك أسيد، واللاكتيك أسيد يسبب لك ماذا؟ يسبب لك الميتابوليك اسيدوزيس ولا يسبب لك الميتابوليك الكالوزيس. هذا هو التفسير الفيزيومرضي للحماض الاستقلابي او الحماض الدموي في حاله تقلون الكرش باليوريا، تسمم باليوريا. اذا تم تاكيد على هذه الحاله عند هذا الفلاح بالتسمم باليوريا، ذلك انه وجدنا ارتفاع في الامونيا في الدم، ارتفاع في اليوريا في الدم، و بي اتش الأس الهيدروجيني للسائل الكرش هو 9، هو قلوي. هكذا نكون قد انتهينا من حالة سريرية لتسمم باليوريا عند أحد قطعان المشية. إلى اللقاء.